تنسوش تعملوا لايك وشير. باي. سمعتك مع الدكتور دارين. جميع أوقاتكم حبايب قلبي، الله يسعدكم. اليوم أبا أقول لكم على حاجة، على قناة جميلة مفيدة، قناة أشعل شمعتك. الله يعطيكم ليرضيكم، لا تفوتكم قناة حلوة وجميلة ومفيدة ولصحتكم ويعطيكم العافية. ولا تنسوا اللايكات، قناة أشعل شمعتك مع الدكتورة دارين، وحتكونوا مستمتعين ومستفيدين. وصلي على الحبيب قلبك يطيب وأشعل شمعتك. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سي كارين بنجيري. Je remercie beaucoup Dr. Darin Rachid pour tout ce qu'elle fait pour notre bien-être. Et je trouve sa chaîne bénéfique et surtout intéressante. Alors abonnez-vous à sa chaîne. وعلى قولها الدائم الله يعطيكم ليرضيكم. حبايبي ويعطيكم العافية ويسعد لي صباحكم ومساكم متى ما شفتوا هذا الفيديو. الكل عم يستنى كيفية الوضوء الصحيح. مو موضوعنا موضوع ديني اليوم، لا، نحن أصلا بعلومنا هي كلها اللي عم بعطيكم إياها وعم وصلكم للأمان بحياتكم اليومية وحتى بالدين. أحلى شيء ديننا في جميع العلوم اللي نحن قاعدين عم ندرسها، إن كانت طبيعية ولا فيزيائية ولا مادية ولا جذب ولا أي موضوع بنحكي فيه، أول شيء لازم نتكلم بديننا من جد وكل الطقوس الدينية. أنا ما عم بحكي عن الدين الإسلامي، بالعكس كلياتكم إخواني المسيحية اللي موجودين معي ومن جميع الطوائف، حبايب قلبي لكم الطقوس الدينية تبعكم وكلياتنا بنحترمها وعلى راسي. بس اليوم أنا بدي أحكي عن قصة هذا العالم السويسري أعلن إسلامه بسبب قياس للهالة النورانية المنتظمة للمتوضئين. ومو كل المتوضئين، مثل ما حكينا اللي بيتوضأ يلا يلا، هنشوف آخر الفيديو كيفية الوضوء الصحيح. هاللي بيتوضأ من جد وضوء هاللي أن عليه الرسول صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام بمعنى الحديث، ورح أحكيكم الحديث، بس إنه تخرج السلبيات من العيون ومن اليدين ومن الرأس ومن الجسم ومن القدمين، حتخرجوها. وهاللي بيقعد شوي بعد الوضوء يعني معناها الاستراحة المغفرة مشان رب العالمين يستجيب لكم شو ما استغفرتوا لرب العالمين سبحان الله، وبعدين نقوم نصلي. وهذا الكلام حنحكيه بفيديوهات تانية كتير كتير حلو ورائع. هلأ كلامنا نحن على العالم السويسري. كان عمره هذا العالم روبرت جينسي، هذا عالم سويسري كان عمره وقتها هديك الأيام 63 سنة، أول ما اكتشف إنه الوضوء عند المسلمين بيضبط الهالة كلها. طبعا هو اصلا معالج عن طريق الهالات، يعني اي شخص في عنده اي مشكله في جسمه كان يوزن له الهالات ويقول له المشكله بجسمك بالهاله العين الثالثه، بالهاله القلبيه، بالهاله هي كلها تخص بالشاكرات. وان شاء الله رح خليكم علماء كيف تعرفوا انتم مرضى او بلش معكم هذا المرض من عن طريق الشاكرا فقط. ان شاء الله كلكم حتستفيدوا من هالمواضيع. هذا العالم السويسري عمل اختبار على 50 شخص بأوروبا، طبعا ما هم مسلمين وما دخلهم بالإسلام، دائما تطلع عندهم الهالة الشقالي عندهم غير مستوية، وفيها هي اللي مسببة أمراض. ولحنا حكينا شاكرة العاطفة هي اللي بتسبب لنا أمراض كتيرة، وهي الشاكرة الثانية بالجسم. الشاكرات بتبدأ مثل ما حكينا شاكرة القاعدة من اللون الأحمر، بعدين اللون البرتقالي، اللون الأصفر، اللون الأخضر، اللون الأبيض، اللون البنفسجي، لنوصل لشاكرة التاج. والهالات كذلك، لحنا حوالينا 7 هالات ب7 ألوان، الأحمر والبرتقالي. شوفوا البرتقالي الثانية وهي اللي مسؤولة عن كل شيء شاذ لحنا بنتصرفه، كل شيء أشياء غير منتظمة بجسمنا كله. الهالة هذه البرتقالي إذا كانت فيها
أي عدم نظام فيها بتلاقوه بيتخربط كل جسمكم وبيكون غير هذا، وقلق وتوتر واكتئاب. هذا من أهم الأشياء. هالة هي البرتقالي يا شاطرين، إذا كانت منتظمة كان الإنسان هادي. فما بالكم إحنا 5 مرات منتوضى بالنهار، وأنا من جهتي مو بس 5 مرات، أنا أحياناً بتوضى وبيروح وضوئي برجع بتوضى مرة تانية. المهم طول وقتي ضل على وضوء، يعني أنا عم نظف حالي أول بأول. اعتنوا بالوضوء، ترى كتير كتير حلو. وناس كتير بتتوضى وبتصلي ظهر وعصر ومغرب وعشاء. شوفوا التراكمات اللي صارت عندها، الله يعينها هي والمشاكل المرضية اللي بتصير عندها. المهم خلينا بقصة هيدا السويسري وتشوفوا كيف طلع إسلامه، لأنه زهل من هالقصص هي اللي هو سمحها بنفسه. مشان هيك الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ العبد المؤمن توضأ خرجت منه ذنوبه كلها، سبحان الله، من بين عينيه سبحان الله، ومن بين إدنيه سبحان الله، ومن بين إيديه ومن بين رجليه. يعني شو صفى عندكم؟ بحياتكم ما حتشوفوا الأمراض، بحياتكم وضونا وصلاتنا هذا لحاله الإنسان ما بيشوف أمراض سبحان الله تعالى. طيب هذا العالم عمل 50,000 شخص تجارب من أوروبا، وحكينا إنه غير مسلمين، ودائما الانبعاث الحراري اللي كانت، لأنه هو مختص بهذا الجهاز، هو اللي سواه مشان يشوفوا الهالات الناس كاملة ولا لا. هذا الانبعاث الحراري دائما يطالع الهالة البرتقالي خربانة عند الناس، ولما شاف انه هالتهم غير منتظمة كله 50,000، خلاص اعتقد انه الهالة هيك طبيعتها سبحان الله. حتى قتل عنده رجل تاجر من افريقيا سبحان الله، كان تاجر جاي من نيجيريا بالمنطقة المحددة من نيجيريا. اجا لعنده هذا النيجيري وقال له بدي أعرف سبب مشكلتي، هو بيعرف إنه هذا السويسري بيطالع الأمراض عن طريق هذا الجهاز الروحاني أو النوراني. لما جلس هذا الشخص وأسله الهالات، طلعت الهالة عنده كاملة، الهالة هي العاطفية، الهالة البرتقالي عنده كاملة. استغرب، سأله أنت شو قصتك؟ أنت جاي بدك تعرف شو مشكلة مرضك وأنت الهالة عندك، الهالات كلها منتظمة عندك، شو القصة؟ شاف الهالات عنده بحياته ما شاف هيك. سأله العالم السويسري وقال له يا رجل، يعني انت شو بتعمل؟ يعني شو بتساوي لحتى انت اول شخص من 50,000 و100,000 شخص اللي انا صورتهم بحياته ما اجاني هيك هالة؟ قال له الوضوء، انا ما بخرج وما بتحرك وما بقوم وما بقعد من هون لهون الا اني اتوضى تمام. قال له يعني هلأ اذا انا توضيت رح تزبط حالتي؟ قال له لا، اول شيء سبح اغتسل يعني كامل، بعدين هعلمك وضوء الاسلام ورح تكمل باذن الله هالتك اذا الجهاز الاشعاري النوراني اللي عندك بيقيس الهالات. والله قام هذا الروبوت اغتسل كامل، توضأ ما شاء الله تبارك الرحمن، وقاس هالته، قام لقاها بلشت تنتظم. توضى مرة تانية، كل ما قاس يلاقيه عم تنتظم أكتر وأكتر. يا الله، ما صدق نفسه، قال ما بده يصدق النيجيري. راح جاب ناس كتير من هنيك من أوروبا وقال لهم تعالوا اتسبحوا، اغتسلوا اغتسال كامل وتوضوا وعلمهم الوضوء، وبلش يقسلهم الهالة تبعهم، لقاها منتظمة. عرف سبب انتظام الهالات كاملة، لا علم لا طاقة لا شيء لا شي، يعني الوضوء اللي علمنا عليه الرسول صلى الله عليه وسلم كان منه منفعة. عارف الرسول اللي احنا عم نتوضأ شو بده يصير فينا؟ عم ننظف حالنا أول بأول. وقلت لكم لما بدنا ناكل مقادم الجمل نروح نتوضأ مشان ما ناخذ من شيطان الجمل، والرسول صلى الله عليه وسلم هو نصحنا فيه. بقى شوفوا الوضوء قديش في الوضوء له محاسن، يروح لنا كل السلبيات ويبعدنا عن الأمراض. بقى بدي اياكم كلكم تقول انا افتخر لاني مسلم. نحن بنفتخر اننا مسلمين، يا سبحان الله سبحان الله، الله يديم علينا هالنعمة
ولا يغير علينا إلا للأحسن وللأفضل. المعجزة هاللي ما تم اكتشافها إلا بعد 14 قرن. سبحانك يا ربي، يا سبحان الله. صلوا على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، لأنه هي معلومات جدا جدا رهيبة ورائعة، لأنه جسم الإنسان بيحتوي على عدة خزانات للفرح وللألم وللحزن. يعني عين الكاميرا هاللي بتقعد بتلقط كل شيء، عيوننا بكون تحسبوها مثل الكاميرا عم تلقط وتحط باللاواعي كل شو ما شافت من صور سلبية ولا صور إيجابية، ولا وقت نجي من نام منشوف أحلام. عشان هيك لازم نستغفر أول ما ننام، لما بتجي هي الخزانات سبحان الله لعملية عرض كل شيء شفناه بحياتنا اليومية. لأنه الأحلام مو دائما والله أنا شفت كذا الله يستر شو عم نساوي، لا، هي الصورة اللي أنتوا شفتوها طول النهار يمكن تشوفوها بالليل. عشان هيك بدي إلكم استغفروا وأكثروا بالاستغفار وصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. وقلت لكم كل ما منقول الله أستغفر الله، كل ما منقول أستغفر الله لساننا بيكون بسقف حلقنا بينظم كل الشاكرات، لأنه اللسان بيضرب على الغدد النخامية هي اللي بأعلى الرأس هون سبحان الله، فبتنظف كل الخلايا من الأفكار السلبية والوسواس القهرية، وبيعدل المزاج وبيسيل السموم وبيخلي الجسد مليان بالأكسجين. سبحانك يا ربي، الله أكبر، سبحان الله، الله أكبر، أستغفر الله. هذه كل أكثر منها، لأنه كل ما لسانكم صار، ليش منقلكم علوا صوتكم أو قولوا سبحان الله؟ لأنه في ناس بقلبهم ما يعني سبحان الله سبحان الله بقلبهم بس ما بيحركوا لسانهم، لا، أنتوا تيقنوا أدركوا أنه لسانكم عم يطلع لسقف حلقكم. كتير كتير حتستفيدوا إن شاء الله. قدرت توصلكم لبر الأمان. وما ننسى إبليس شو قال لرب العالمين؟ قال له عزتك وجلالك لأغوينهم. يا سلام، شو قال له رب العالمين؟ وعزتي وجلالي لأغفرن لهم ما داموا يستغفروني. أكثر من الاستغفار، هدوا الشيطان بعدوه عنكم يا رب، يا رب، إنه هذه تكون صدقة جارية لبابا الله يرحمه. كلكم ادعوا له بالرحمة، وعمي أبو زوجي كمان ادعوا له بالرحمة، ولجميع أمواتكم أنا بهديكم يا صدقة جارية. كل واحد سمع هذا الفيديو الله يرحم أمواتكم وأمواتنا بجاه رب العالمين ويسعد لي ياكم. يلا امشوا روحوا معي على الحمام، بدنا نتوضى مع بعضينا يا حلوين. يلا الحقوني. هاي واهلا وسهلا فيكم، يعطيكم الف عافيه. هنبدا الوضوء. الوضوء اول مرحله، رح اقرب لكم الكاميرا، حتكونوا بهي الطريقه. شوفوا ايدينا كلياتكم، مش تعملوا هيك وخلاص، لا، بدنا نعمل هيك وبعدين ننفض ايدينا مشان كل شيء شوائب رح تروح مننا. بعدين رح نساوي هيك، ثلاث مرات تتمضمض حتى كل المي، مش هيك، دبر. بعدين الأنف، بتحسوا الماية دخلت من هون وصار في حرقة، وبعدين بتعملوا سوري بتساووها بقوة. شايفين بغسل وبعمل هيك لانكم انتم مسكتوا السلبيات. اوكي، هلا وجوهنا، هلا وجهنا رح نعبي المويه. شايفين لكل وشنا، شايفين هيك هيك لكل وشنا، شايفين
شايفين لكل وشنا. شايفين؟ وبننفض ايدينا. بعدين هلا اجى وقت ايدنا. هلا كل الناس بتساوي هيك وبتطلع. لا، احنا بدنا نعمل هيك. وكل ما عليتي ايدك لفوق سبحان الله تتنشطي اكثر. شايفين؟ عم قيموا من هون، شايفين؟ عم قيموا من هون. هذا وضوءنا الصحيح، وضوء الاسلامي. شايفين؟ هي 3 مرات، بعدين برد برفع. شايفين؟ شوفوا لوين بوصل؟ مو والله هيك وخلاص، لا. شايفين؟ هي انا عملت لكم الوضوء كامل. لو ما بدك تصلي فوتي توضي، حترتاحي نفسيا اصلا. هلا شعرنا، شوفوا شعرنا لفوق. شايفين؟ كل شعرنا، مو هيك وخلاص، لا ما بيصير. هلا ادنينا، شوفوا الادنين، بنفوق ايدنا، بنطلع هيك هيك هيك. شايفين؟ انتي عم تعملي لها مساج سبحان الله. شايفين؟ مرة، مرتين، 3. شايفين؟ هي نظفت ايدي وعملت لها تدليك، وصار تدليك لكل جسمي، لاحظوا. اوكي؟ هلا في ناس بيقولوا لي رقبتنا، في ناس لا ما بيسوى، بيقولوا لك مو مستجب، مو يعني مو ما وردت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. بس انا وقت بتوضى بحب اعمل هيك، منه بعمل تدليك لرقبتي، عم بتوضى وعم بتوضى. هلا الرجول، معلش لاني لابسه جلابيه صعبه الطلوع. هلا رجولنا، شايفين؟ مو نساوي هيك مثل الناس كثير وبنزل رجلنا، ما استفدنا شيء. بدنا نطلع كل الشوائب من فوق لتحت. شايفين؟ ما شاء الله تبارك الرحمن. بعدين بدنا نفوت اصابيعنا كلها هيك. الرجول مهمة جدا اكثر من كل شيء. شوفوا شوفوا لما بتعملوا هيك انتوا دلكتوا العمود الفقري. لازم تفتحوا اصابعكم، تفوتوا كل اصابعكم قلب رجليكم. شايفين؟ لازم هالطريقه عشان تغسلوا كل شيء. شايفين؟ ها؟ وبنفرك ايد رجلينا كلياتنا. ها؟ هذا هو الوضوء كامل. شايفين؟ شايفين؟ بإذن حتحسوا بنشاط، بتقولوا ايه شو كنا عم نتوضى احنا؟ مع انه هذا هو الوضوء. وبهيك انتهينا يا حلوين، وبهيك توضينا يا شاطرين، خرجت كل الشوائب من جسمنا، والهالة صارت كبيرة فينا. يلا نرجع على المكتب. وبهيك أسلم العالم السويسري اللي صار له 15 قرن مدري 14 قرن عم يصور ويقول الهالات هي هيك طبيعتها، أسلم وحفظ القرآن، كان عمره 64 سنة ما شاء الله تبارك الرحمن، زهل الكل منه، وكان من الناس اللي من جد يدرس بالدين، والله يهنيه ويكثر من أمثاله ويدخلوا الناس كلياتها. مع احترامي لكل الأديان، أنا كتير كتير بحب كل الأديان، بس هذا العالم السويسري اللي كان من غير دين الإسلامي، شوفوا شو حكى، عم نوصل المعلومة مشان الكل يستفيد. حتى أنتوا إخواني المسيحية أو من غير الأديان أو إخواني اليهود، ما بدكم تأسلموا، ما عندكم مشكلة، توضوا. الوضوء بخليكم مرتاحين من القلق والتوتر وتعب البال. يسعدكم ربي. وهلأ حبايبي ما بقدر إلكم إلا إن شاء الله وصلت لكم، وأكيد في ناس كتير بتتوضى بهالطريقة. لا تنسوا بالحذف، ترى بين الوضوء السريع والوضوء الكامل وعلى مهلك وانت عم تنظفي كل السموم ما بتختلف دقيقتين،
والله ما بتختلف. عطوا نفسكم مجال مرة على مرة حتشوفوا حالكم انتو كامل الصحة والعافية، طاقتكم عالية، شاكراتكم كاملة، هالاتكم، والله حافظكم بالاستغفار وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. شوفوا كم مرة حكيت الله ولساني دق بسقف حلقي والنخامية عم تشتغل عندي ما شاء الله تبارك الرحمن. الله يحميكم ويعني ما يبعدكم يا رب، وباي يا أجمل شموع مضوية.